مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الموجز الرياضي نقدمه لكم من قناة نوميديا نيوز. يشرع المنتخب الوطني اليوم السبت في تربصه التحضيري بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة تحسبا لمواجهة السيشل اليوم 13 من جوان المقبل بالبوليدة في الجولة الأولى لتصفية كأس أمم إفريقيا 2017. وتبشر التشكيلة الوطنية الشطر الأول من التحضيرات التي ستجرى ما بين 30 من ماي والرابع من جوان، بينما تجرى التحضيرات الثانية ما بين 7 و13 من شهر جوان. كما أعفى مدرب المنتخب الوطني كريستيان غوركيف 8 لاعبين محترفين من خوض الجزء الأول من التحضيرات وعوضهم ب8 لاعبين محليين. هذا وقد أجل مدافع طرابزونسبور التركي بالقلم التحاقه بالتربص إلى يوم الاثنين. يرفض نادي طرابزونسبور التركي التنازل عن خدمة لاعبه الجزائري كارل مجاني لصالح ليفربول الإنجليزي الذي يرغب في انتدابه تحسبا للموسم المقبل حسب ما ذكرته صحيفة فاناتيك التركية. وأشارت الصحيفة إلى أن النادي التركي رفض العرض بسبب المقترح المالي المتواضع من نادي ليفربول. هذا وكان كارل مجاني قد شارك في 41 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 8 أهداف. وسبق لمجاني أن ارتدى قميص ليفربول في بداية مسيرته الكروية في موسم 2004-2005، غير أنه لم ينجح في إثبات وجوده وأعير لنادي ليون ثم مدز الفرنسيين قبل بيعه نهائيا. قرر نادي ليون الفرنسي عدم الاحتفاظ بالثنائي الدولي الجزائري مهدي زفان ورشيد غزال في صفوفه خلال الموسم الكروي المقبل. ولم يتمكن الثنائي الجزائري من فرض نفسه في تشكيلة ليون خلال الموسم الكروي المنقضي، حيث لازم المدافع مهدي زفان كرسي الاحتياط طيلة الموسم ولم يشارك إلا نادرا. أما غزال فلم تشفع له بعض مشاركته ولقي نفس المصير. ووفقا للتقارير إعلامية فرنسية، فإن الثنائي الجزائري يملك عدة عروض من أندية الدوري الفرنسي. في أخبار الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، ترسم سقوط جمعية شلف ومولودية العلمة إلى الرابطة المحترفة الثانية عقب إجراء الجولة 30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس ليلتحق بنادي اتحاد بلعباس الذي ترسم سقوطه قبل جولات. كما تمكن فريق مولودية البجاية من إنهاء الموسم وصيفا للبطل وفاق سطيف، وبالتالي ضمن مشاركته الموسم المقبل في رابطة أبطال إفريقيا. وفي ملعب أول نوفمبر بالحراش خطف اتحاد الحراش المرتبة الرابعة بعد أن حقق فوزا مستحقا على جاره شباب بلوزداد في مواجهة حضرها الزميل يونس وعلي وعاد لنا بهذه الانطباعات. Avant de perdre, mais bon, Arrache a mérité cette victoire-là. Le haut de tableau, c'est pas aujourd'hui qu'on le manque, c'est sur les deux matchs précédents où on était tout près de passer et tout près d'aller regarder un peu les étoiles. On n'a pas su le faire à ce moment-là. Bon, on a su éviter la grande misère tout au long de la saison pour ne pas être dans les équipes qui descendent. Le MAS descend aujourd'hui. Ils sont bien meilleurs que beaucoup d'équipes du groupe, beaucoup d'équipes du championnat, et ils descendent dans les deux. Donc on a su éviter ça. Par contre, pour aller un peu plus vers le ciel et un peu plus en haut, il y a plein de choses qui nous manquent encore. On a fait le mustahil pour nous faire le mukabala, pour nous tasser sur le marqab, le marqab tel que Arbi ma ktebnach. Inch'Allah, le mousim qadim, Inch'Allah, on hissen wa afdal mustawa ta'ana, Inch'Allah. Ma mouya ma kant sahla, w en fariq Etihad Elhraj shtaghal 5 daqa'iq din attention, naqch tarkiz, sajalou alina l'ahdaf, w hna kant sa'iba alina bach n'aoudou l'oulou, sajalna l'hadaf, w en ma kanch athar ta'o bach n'aoudou fi n'natija. Rebahna, w alhamdoulillah, dina 3 points, kamelna championnat b'victoire. في مباراة أخرى حقق النصر حسين داي فوزا ثمينا بملعب 20 أوت أمام شبيبة الثورة بهدف لصفر وقعه خلاف في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وذلك لحساب الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، لتضمن بذلك النصرية رسميا بقاها ضمن حظيرة الكبار. وقد كانت هذه الانطباعات عقب نهاية اللقاء. اليوم أنا نقول لو كان كملنا بالاداء وكان نجحنا غير في الشلف اليوم ممكن يكون ان كلاسيو سانكيام، ولكن الحمد لله الحمد لله النيه. انا نقول ما كان حتى حاجه، كاين حاجه كانت النيه بيني بين المسؤولين وبين اللاعبين، ونشكر الجمهور باسكو اليوم والله ما جاوش الجمهور ما كان والو. كانت لي انا مقابله يعني في القمه،
وفي هذو العشر مقابلات يعني اللي عشتهم مع الفريق احسن مقابله نعتبرها انا في الاداء وفي الاراده وكل شيء. داروا المجهود تاعهم والطاقم الفني اللي دار المجهود تاعو باش الفريق بقى في القسم الوطني الاول. ويعني الايام الاخيره درنا مجهودات كبيره باش الفريق تاعنا ما ينزلش القسم الوطني الثاني. وهكذا انا برهنا لبعض الناس يعني اللي قالوا بلي اضعف فريق في البطوله. والحمد لله ربي ما خيبناش وان شاء الله العام السنه المقبله ان شاء الله نزيد نحسن الامور نحسن الفريق. قدرنا نحقوا الاهم الحمد لله وفينا بالوعد تاعنا وكنا كيما نقول لك الله اوتير بفضل الجمهور وبفضل ديريجون لي جوار ستاف تكنيك كل وفريق هذا ما يستاهلش المرتبه قلت لك شحال المخطره اللي كان يحتلها وان شاء الله العام الجاي نعاودوا نبنوا فريق كبير ان شاء الله وبوركوا با الالقاب باسكو نصر حسين دا فريق كبير. كما يقول لك جينا ما على بالكم باللي ما يخفاش عليكم باللي ضمننا ما انتهى الجوله اللي فاتت وين ثاني كانوا سون بريسيون ثاني النهد هذا الماتش كانوا لازمهم 3 بوان والحمد لله درنا اللي علينا وكما يقول لك حبابنا النهد نصر حسين دا فريق عارق كما يقول لك الحمد لله مبروك عليهم 3 نقاط والبقاء في القسم الاول. في أخبارنا الدولية وعيد انتخاب سويسري جوزيف بلاتر رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم لولاية الخامسة وذلك على هامش الجمعية العمومية التي أجريت وقائعها في زيورخ السويسرية بعد انسحاب منافسه الوحيد الأمير علي بن الحسين في الجولة الثانية من الانتخابات بعد أن انتهت أقول الجولة الأولى للصالح السويسري ب 133 صوت مقابل 77 صوت لعلي بن الحسين. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموجز الرياضي. شكرا على حسن المتابعة الإصغاء. إلى اللقاء.